السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طرق المرأة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صابلي ديال السليلات او حلوة سليلات اللي فيها الحشوة ديال المكسرات والزبيب. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، وغادي نحتاجو قبصة ديال الملح، ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال زيت مائدة، وبيضة كاملة، طحين طبعا حسب الخليط، وعندنا هنا كاس ديال عبار العنبة، سكر ثقيل طبعا معمر. وغادي نبداو دابا في الطريقه ان شاء الله. هنا عندنا الزبده طبعا بحراره المطبخ، ولكن غادي نحتاجو ان احنا نحكوها لان دابا فصل الشتاء فالزبده ما كتذوبش دغيا. من بعد غادي نديرو عليها سكر كلاصي وساشي ديال الفاني، وغادي نخلطوها مزيان حتى كتولي بحال الكريمه. ومن بعد كنضيفو ليها البيض والزيت، وكذلك كنضيفو ليها الخميره والطحين. صافي. وكيف كتعرفوا عجينه الصابلي طبعا ما كنعجنوهاش، يعني فقط كنرملوها باطراف الاصابع باش كتجينا عجينه ناجحه. ودابا من بعد ما جمعت العجينه، كيف كتشوفوا درت لها الطحين وجمعتها، هذا هو الشكل ديالها. طبعا لان الجو بارد فهي كتبقى مجموعه صراحه. عندي هاد الشكيلات اللي هما على شكل سليلات، طبعا راه كاينين في الاسواق باشكال مختلفه، ولكن انا خديت هاد الصغيورين لانهم كيخرجوا كميه كبيره. كيف كتشوفوا طلقت العجينه على جوج، عفوا قطعت العجينه على جوج، ومن بعد سرحتها بالمدلاك. طبعا ما غاديش نرققها بزاف، خاصني نخليها شويه سميكه بحيث انني ملي غادي نديرها في الموتيف ديال السليله نقدر نتحكم نضغط عليها، لان ملي كتكون رقيقه لبقينا كنضغطوا عليها فكتجبد، وملي طيب كترجع لينا. غادي نستفهم بهذه الطريقه باش نسهل عليا الخدمه، يعني بدل ما نبقى نقطع وحده وحده فكنستفهم انا بهذه الطريقه، وكنحط عليهم العجينه من الفوق. كيف كتشوفوا هنايا راني استفت هذوك لي موتيف، وغادي نحط عليهم العجينه من الفوق، ومن بعد غادي نضغط عليها. ما غاديش نضغط بزاف غير باش كتراسي ليا هذاك الموتيف. صافي. وكندوز باش كنقادهم باطراف الاصابع، ما كنضغطش عليهم طبعا بزاف، غير شويه كنضغط عليهم من الداخل باش كياخذوا الشكل ديال الموتيف. وطبعا هنا من بعد ما كملتهم غادي ندوز باش غادي نستفهم في اللاطه ديالي، ندخلهم الفرن طبعا درجه الحراره 180 درجه كيف كنطيبوا الصابلي العادي، كيطيبوا من التحت ومن بعد كنحمروهم من الفوق. هنا غادي نثقبهم طبعا عاد باش ندخلهم الفران باش ما يتنفخوش ليا. هنا كيف كتشوفوا عندي مقدار ديال اللوز مع البندق، هنا غادي ندخلهم الفران طبعا يتحمروا شوي ونهرمشهم. هنا عندي الزبيب غسلته طبعا وخليته كيتسقطر، ومن بعد غادي نقطعه قطع صغيره. كيف كتشوفوا هنا قطعته قطع صغيره بزاف باش يندمج مع بعض. كيف كتشوفوا من بعد ما تحمروا كنهرمشهم فقط غير بالكاس، ما كنطحنهمش لان الا طحنتهم غادي يطحنوا بزاف وحتى ما يجيش منظرهم زوين، فانا كنضغطهم فقط بالكاس.
هنا العجينة ديالي طبعا طابت، خرجتها من الفران. كيف كتشوفوا خص يجي الشكل ديالو محمر، ما يجيش الشكل ديالو مبيض، يعني يجي محمر ماشي باش يعطي داك المذاق الزوين. طبعا هنا كيف كتشوفوا انا راه خرج لي عدد لا بأس به، واضطريت انني نزيد واحد الشكل اخر، واحد الموتيف يعني عنده زواقة اخرى باش نكمل العجينة، لانها راه كتخرج هو هذا الشكل. انت هو كيجو فيه هاد السليلات زوينين، هو اكبر من الشكل اللي قبله. ودابا غادي ندوز باش غادي نعمرهم بالحشوة. هنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. من بعد خلطت هذاك الزبيب اللي قطعت، واللوز البندق كذلك هرمشتهم وخلطتهم معاهم. كيف قلت لكم انا الزبيب كنقطعه مزيان باش كيندمج، مع عكس ملي كيكون صالح ما تيجي زوين. هنا انا درت معلقه كبيره ديال العسل الحر، يعني عسل طبيعي. نتوما لما توفرش عندكم العسل الطبيعي ممكن ديروا معلقه ديال الجليكوز مع شويه ديال الناباج، وتسخنوهم وتخوهم مع هاد المكونات وتخلطوهم مزيان، من بعد تعمروا بهم سليلات. كيف كتشوفوا انا هنا كنعمر السليلات، غادي نعمرهم كاملين، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نزينهم بالشوكولاتة. هنا ستفتهم في هاد الطبيصيل ودرت في البوش الشوكولاتة طبعا، وغادي ديروا الفتحه تكون صغيره في البوش، يعني ما غاديش ديروا الفتحه كبيره لان غادي تخسر لكم منظر. صافي، وكندوز بخطوط بهاد الشكل، كتجي خطوط صغيره وشكلها انيق وزوين. صافي، وهذا هو الحلوى ديالي اللي هي حلوى ديال السليلات او صابلي معمر، يعني سليلات صابلي معمرين، كل واحد اشنو كيسميها. وكنتمنى انها تعجبكم، وبالصحه والراحه. ولا عجبتكم ما تنساوش انكم تشاركوا في لاشين ديالي وتدعموني، تخلوا لي لايك ولي كومونتير زوينين. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.